السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو رياكشن اخرى مع اخوكم شات نايضة الشمالة نايضة روبي قالوا لي شمالي انا. مهم سمحوا لي باقي ما كنعرفش هاد الساطو اللي غندير ليه الرياكشن صراحة. عرفتي فاش كتقول شي واحد ما كتعرفش شي رابر وانت كيبداو عليك في الكومونتيرات وانت ما كتعرفش وانت 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 راه هاني في الحياة تكون ما كتعرفش اشياء الخوت هانية وما كاين حتى واحد اللي كيعرف كل شيء الخوت ولكن اجمل حاجة هو ملي ما تكونش عارف تكتشف. انا ان شاء الله اليوم غادي نكتشف مسي روبيو ان شاء الله عالم اظن ولد الشمال واقيلا ما عرفتش والله باقي ما سمعتش الديسك. مي صيفطوا لي بزاف الديسك هذا وقلتوا لي كيستاهل غادي نشوفوا الديسك هذا وغادي نتمسكوا ليه جميع. غربت ياك نورمال غربت جو بونس الا برونونسيتها مزيان ولا قريتها مزيان ما عليناش لنبدا ولنرى مستر روبيو اشنو عنده واش نيت الديسك هذا كيستاهل ولا ما كيستاهلش ياك. اراني يا الله برود باي زال المهم الصوت اللي داير البرود الباس والانسترو خارجين نقيين داكشي خارج نقي صدمنا انا بعد الضربه الاولى ضربات لي فنيه وداكشي كان نقيتها بصح جو بونس كيهضر على الغربه هادشي علاش داوي الديسك داوي على الغربه الفراق ديال بنادم اللي كيبعد من والديه وحق الله العلي العظيم الخوت كتبان ساهله والله حتى الفراق على الوالدين صعيبة بزاف 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 وحق الله العلي العظيم بنادم راه خاصو يكون فهمتي خاصو يكون قاصح مزيان مع الوقت خلينا من سيمانة بعيد شهر شهرين عام عامين ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين عشر سنين وغادا وكاين كاين كاين الله يحسن العوان اللي ما كيكونش مصايب الاوراق ما يقدش يرجع يشوف هذا هو هادشي اللي كيكون صعيب. يا الله الله يسهل على الجميع. ارى ليا علمتيني كيف نجيبها كيف نكون زايمي علمتيني كيف نكون راجل ماشي ناقم الدراري واش قايمي صارت شحال زوين علمتيني كيف نكون راجل وماشي نقول بنادم واش قايري غدار ميزو مبيني واخا قاصح ربيتيني كيف نكافح ماشي غيك زايمي واخا قاصح والبوستر اللي دار بيديه قاصح كيف نكون راجل ماشي ناقم الدراري واش قايمي صارنا توما كلشي فايمي وش قايمي ما عرفتش واش قال شقايري ولا شقايمي ناقل مداري وش قايمي ما عرفتش واش هي اللي قال ولا لا الا ما كانش شقايري كتبوا لي شنو كتب ما عرفتش واش قال شقايري ولا شقايمي عنده واحد السيل زويون الدري هذا عنده واحد السيل ما عرفت زويون فهمتي داخل الخاطر بواحد الطريقه زوينه. انا صراحه كنت شتو اول مره ما نقولش مغربي صراحه كنت شتو اول مره ما غيصحابنيش مغربي هذا الساط عنده واحد الراب زوين ما حبيتي عارفكم تاسي يما ماشي كيما ربيتي دابا وليت يما كيما تمنيتي كرون هاد البارتي هذا الديسك ديال الفرده ميا موري ثم داروا نفس البارتي هاد الخدمه ديال الكليب وسي بون زوينه ديك ترانزيسيون زوينه كيبان لك الام فاش كتكون معاك انت صغير والترانزيسيون ديال فاش كتكبر فاش كيدوزوا لك الاخرى جميل اوه كالينتي جيت بلادي نمرارة كراس الليشة ما دل حقارة جيت ما
دمر لخوتي لوليدي يلي درب زمارة هسي بلادي بالفقار نوص ولادك أجرب حارة والله ما نبقاش جالس خيف الحمى واو 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 صات لي خدم لانسترو جميل جدا صات لي خدم لانسترو جميل جدا جو بونس هو هذا برود بايزيل جو بونس هو مي لانسترو عميق لانسترو كيبرد القلب عرفتي حنت شي قطعات كتصنش ديسك كتبغي تسمع ديك الدف دف كاينه كتسمع معلم ديك الضربه ديال بصح كتخرج نقيه وهاد بارتي عجباتي غنرجع ليها ديال لما نبقاش واقف في الحومه عايشين مع الحقاره وهادي هاي من لهنا اسمحوا لي اسمع ما نبقاش جالس غير في الحمى خدموا تحركوا كما قلت يلاه درت رياكشن على علي صامد كيعجبني انا الرابور وي سي بيان نهضروا على المشاكل ما سي بيان كيتصنتوا لكم الدراري الصغار بزاف كيتصنتوا لكم بنادم اللي خاصو التوجيه خاصو التشجيع خاص بنادم اللي يقول لي تحرك دمر ما نبقاش نقول بنادم لا غير البلاد خايبه حتى بنادم يكبرها في دماغه ويبقى هو ما باغيش يدير مجهود واخا يجيو فرص واخا يكون عنده مواهب كيولي يفكر ان البلاد ما فيها والوغ كل البلاد راه فيها ما يدار باقي فيها الشفره باقي بزاف ديال الحوايج خاص يتقادو ولكن ما ترباش يدي خدم على راسك وتقاتل عشيري باش توصل داكشي اللي باغي ما تبقاش غير واقف كتسنى ومخبي مورا الاعذار تاع والدوله ما دايره والو ولا البلاد ما عطاتني والو البلاد ما عمرها ما غتعطي لك حتى واحد وفين ما مشيت انا في كندا دابا وما كيعطيوك والو راه الا ما خدمتيش ما يوكلك حتى واحد خاصك تضرب تماره فين ما مشيتي خاصك تضرب تماره صلى الله ما ضرب تماره في بلادك بعدا حتى الا بغيتي تمشي لبرا ولا شي حاجه غتمشي حار وغتقد تعرف تصوفي راسك حيت كنتي خدام في المغرب بركه شاتنا للشيطان طلع لي فراسي سبان في الحكومه راه ما يمكنش غنبقاو ندوز الوقت حنا كنسبوا في الحكومه راه والله كنضيعوا الوقت عليهم خاصنا نوعاو باش نحيدوا الخماج يا بخونا يا بولدنا يا باي واحد الا كان كيبان لنا الخماج خاصنا نبلاصيو ناس حسن الا كان الاساتذه فاشلين خاصنا نطلعوا جينيراسيون ديال الاساتذه اللي مزيانين جينيراسيون ديال الاطباء مزيانين جينيراسيون ديال اي حنا اللي خاصنا نخرجوا هادشي حنا خاصنا نخرجوا باش نحاربوا هادشي ما الا بقينا غير كنجلسوا كنتشكاو ما عمرها ما غتبدل حتى حاجه عجباتني هاد البارتي هادي عييت مليت ما نعاير في الحكومه باش نحققت الاحلام يما شنو هادي كندا هادي مونريال هادي كاين في مونريال هادي بلاس ديزار هادي اكزاكتومون البلاصه هادي فين مضروب هاد الجيتنا ما نبقاش جالس خايف الحمى تعرف راسي سبان في الحكومه قربت باش نحققت بلادي سمحت واختارت قومه قول لي شغل عليه اللومه اوه ديسك واعر بزاف عرفتي البروجي ديال الديسك كيفاش خدام ما بين الموسيقى ما بين الاداء ما بين الكليب واعر بصراحه صراحه جميل جدا والستاني اش كنسمع في ودني دابا بزاف عاجبني الديسك لواحد الدرجه ما تصوروش ناس دا حاسب حياتها في البحر عافي خيم في الجيران تكون اللي عارف راسه واصل قرار اللي خلتني غامر تحيو ما نبقى حاسة ولدك يا بلادي هو غادر حيت صافي ما بقاش يصابر بلادي عيش في كان الدمر يا ما بقيت عليك يا بلادي انا غادر جيت بلاد نسارة اللي يجي يا بلادي فيه سارة هاد اللعبة اللي كيلعب بالصوت ديالو زويون اصاحبي ملي كيهرب البيت واو ردات الديسك زويون بزاف باش ملي كتجي طلع كما كنقولوا باش كتجي طلع ولا كيجي دير فرا شي حاجة كيهرسوا البيت كيخليوك انت كتونتيسيبي كتولي باغي امتى ترجع ديك الضربة الدف هادشي اللي طاري دابا كيهرب البيت دوخت بلادي نمرارة كرهت العيشة مع هاد الحقارة جيت ندمر على خوتي لا وليدي يلي دربو تمارة هاسي بلادي بالفقار نوصل ولادك اجرو حارة
جيتنا انا مسوي تما ما نبقى شي قال صغير في الحمى. واو موريال يا موريال كندا سبن في الحكومه خربت باش نحقق تاني الاحلام يما جيتنا انا مسوي تما ما نبقى شي قال صغير في الحمى طاري فراسي سبن في طلع لي فراسي سباب حكومة غربت باش نحقق الحلومة غربت سمحوا لي قراوة تسمية ديال الناس هادو راي لوكيشن طنجة وكندا عثمان رحماوي كوفر ارت ديسك بيرفورمانس صاحب اللي غنى روبيو والبرودكسيون ديال زال واعره بزاف جميل صراحه واعره هادشي بزاف صراحه واعر حتى الكليب داك الميكس ما بين كندا وما بين كندا وطنجة جا زوين بزاف ولكن جوج ديال النقاط بلاتي حيدو نديرو تسجيل نحبسوه ونجيو نديرو ابوني عند سي روبيو لانه كيستاهل وغنديرو الجرس هو نتوما دايرين ابوني ودايرين الجرس عند الشاش واش غتزقلو غتزقلو دابا انا حيت ملي كنحتارم شي واحد وكنعرف بان عنده خدمه نقيه خاصو ابوني وجرس باش ما نزقلش داكشي اللي يخرج على عين مفاجاه زوينه صراحه كيعجبني انا فاش كندير شي حاجه اللي ما عمرني ما عرفت حيت كاينين شي روابط اللي كدير لهم رياكشن كتولي حاس بالريتم اللي كيلعب به وكتولي عارفو كيفاش كيقصار وهادي هو كله والستيل ديالو ولكن ملي كتكتشف واحد جديد ما عمرك ما سمعتيه برافو برافيسيمو هاد الصاط هذا جميل جدا جوج ديال النقاط خطيرين نشوف الفيديو فين واصله اوكي دينا كنطولو المهم النظره ديالي انا على هاد الديسك هذا جوج النقاط اللي عجبوني بعداك موسيقيا البيت مع الاداء ديال الروبيو جميل جدا غنزيدو عليهم الكلمات مع الموضوع بزاف الغربه موضوع مهم بزاف باسكو بزاف ديال الناس شايفين بواحد النظره اللي ما عارفينهاش غير كيسمعوا الهضره والجنه وداكشي لا علاقه الغربه فيها الثمن وفيها بزاف ديال الحوايج واللي غيمشي للغربه خاصو يكون قاد بها ولا سهل عليك الله سير واحترم بلاد اللي فيها باسكو كاينين بزاف اللي كيمشيو وكيمشيو بالهماج وكيعطي واحد النظره خايبه احترم البلاد اللي فيها احترم القوانين اللي فيها وخدم على راسك خدم على راسك ما تضيعش الوقت ورجع لبلادك هذا ما كان صراحة كليب جميل جدا لي بريز دو فيل اللي ضربوا في كندا جميلين حتى هما هذا ما كان شكرا روبيو عجبني بزاف الاداء ديال روبيو مع هذا الشيء الانسجام ما بين الصات اللي دار البرود والصات اللي غنى ماجيك صراحة الخلاص ديال هذا الشيء عادوا تصنتوا وشوفوا كيفاش قصروا مع بعضياتهم هذا التجانس اللي بناتهم عطى واحد الجمالية واعرة للديسك ما يناش كان معكم اخوكم الشات انطلق على الفيديو الجاي ان شاء الله. اديوس.